كلمات جمل، ومع مرور الوقت تكون اللغة معتادة وسهلة. في ألف نستخدم اللغة الفصحى ونعتبرها جزء أساسي من عالم ألف. وكلمة السر الاعتياد، مع استخدام مهارات اللغة الاستماع والتحدث، القراءة والكتابة بأسلوب ممتع سهل وشيق. الفصيحة ليست لغة مزعجة، لغة قادمة من عوالم داكنة وكئيبة. الفصيحة أو الفصحى هي اللغة اللي اشتقت منها اللهجات العربية المختلفة، ومنها اللهجة المصرية. باختصار هي اللغة المعيارية، وليتعلم الطفل الفصحى يجب أن يتقن لهجته. لازم أتكلم مع ابني أو بنتي عربي في البيت. فألف بنشجع الطفل أن يتكلم باللهجة العامية مبدئيا بدون مزجها بأي كلمات أجنبية. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كتير مننا بيحاول طول الوقت يعلم أولاده اللغة العربية ويحببوا فيها، وخصوصا وإحنا في زمن أصبح التطور التكنولوجي فيه متسارع جدا، وأصبح بعض الناس بيتباهوا إن أولادهم بيتكلموا لغات تانية زي الإنجليزية، وكمان بيتكلموا بعض بيها في الحياة العادية. علشان كده ضيفة فقرتنا فكرت في مبادرة تعليم اللغة العربية للأطفال، ولكن بشكل غير تقليدي من خلال أنشطة ورحلات وفعاليات تعرفهم مش بس باللغة العربية ولكن ببلدهم والبيئة المحيطة بهم، وكمان تعرفهم تفاصيل عن تاريخ مصر. خلوني أرحب بضيفتي الأستاذة فاطمة خير، مؤسسة مبادرة ألف، طبعا ألف أدفانشرز. صباح الورد على حضرتك. صباح النور. طبعا اهلا بيكي، في البدايه بنرحب بيكي، وعايزه اسالك بقى على اسم المبادره. طبعا زي ما حضرتك ذكرتي ان هي اسمها بالانجلش، فعايزه اعرف ايه المقصود ان حضرتك ما تسميهاش بالعربي. هي الاول خالص اسمها الف ادفنتشرز علشان الاطفال دلوقتي كلهم بيتكلموا انجليزي او بيتكلموا لغات تانية بعيد قوي عن اللغه العربيه، فعشان اقدر اشدهم للعالم اللي انا عايزه ادخلهم فيه لازم انزل لهم العالم بتاعهم الاول، بشرط ان هم خلاص انا جبت رجلهم زي ما بيقولوا، قوه جذب يعني بالاسم. وفي الاخر هم ما بيقدروش يقولوا الاسم الطويل قوي فبيقولوا الف، فالف اسم عربي تماما. فعشان طيب. كده يعني عايزين نعرف الفكره جت منين، يعني ايه اللي خلى حضرتك تفكري في ان احنا نعمل، حضرتك تعملي مبادره عن تعليم اللغه العربيه للاطفال، وخدت وقت منك قد ايه عشان تنفذيها؟ انا مدرسه عربي في مدرسه دوليه. شغاله من 2009 تقريبا كمدرسه لغه عربيه. طول الوقت اللي انا شغاله فيه كنت بشوف ان الاطفال بيعانوا مع اللغه العربيه، ان هي دايما اللغه اللي بنروح فيها عشان نروح نذاكر شويه ونروح نحطهم في الامتحان المعلومات اللي احنا خدناهم، وبعد كده خلاص احنا ملناش علاقه بيها. مع الوقت اللي المدارس الدوليه بدات تنتشر فيه والاطفال والناس او العالم كله دلوقتي بدا يتكلم لغات تانية، اللغه العربيه بدات تاخد او بقت لغه ثالثه في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. دي حقيقه. فحسيت ان الاطفال لا، حصه العربي لا احنا مش عايزين ندخل حصه العربي، يو في حصه عربي جايه. فحسيت لا احنا لازم نعمل حاجه الاطفال يحسوا بيها، لا اللغه العربيه لغه ثريه، لغه جميله مليانه انشطه، لغه بلدنا، لغتنا الام، فلا لازم نعمل حاجه عشان نساعدهم انهم يكتشفوا جمالها. يعني عظيم جدا. طيب عايزين نعرف برضو من حضرتك اهم الانشطه اللي المبادره بتقدمها للاطفال عشان تحببهم في اللغه العربيه زي ما حضرتك ذكرتي. يعني هي المبادره هدفها ان الطفل يتعلم عربي عن طريق مغامرات. المغامرات دي معتمده اكتر على ثقافه بلدنا، الحضاره بتاعتنا، البيئه المحيطه بينا، عشان الطفل يتعلم كل حاجه عن بلده ويحس بالانتماء، وعن طريق اللغه دي كمان. فالطفل بيعمل، احنا عندنا ثلاث حاجات. اول حاجه ورش طويله اللي هي ورش التاسيس اللي بتاسسهم في مهارات اللغه، قراءة، كتابة، استماع وتحدث. الورش دي بتكون عن طريق ان الاطفال بنختار موضوع او محتوى الطفل بيحبه ومرتبط بيه، وبنربطه بقى بكل حاجة حواليه، شرط ان هو يحس ان لا انا عايزة اتعلم اللغة دي، وعلشان اقدر اكتشف المحتوى او الموضوع اللي انا هتعلم فيه. الجزء الثاني الورش القصيرة اللي هي بتبقى من يومين لاربع ايام، دي بتعتمد اكتر على اماكن في بلدنا. يعني احنا عندنا ورشه يوم 16 و17 عن الفيوم، جزء مختفي ناس كتير ما تعرفش عنه حاجه وبالذات الاطفال، مع ان في اماكن كتير حلوه زي وادي الحيتان، زي الجبل المتحجره، زي صناعه الخزف او الفخار اللي هو صناعه متاصله ومصريه الناس تقريبا ما تعرفش عنها حاجه ولا ازاي بتتصنع، خصوصا الاطفال الاجيال دي. فلا احنا بنحاول في الورش القصيره نعرف الطفل
اللغة العربية لأن احنا بنتكلم لغة عربية بسيطة، وفي نفس الوقت بنعرفهم أماكن في بلدهم اللي هي لازم يحسوا بالانتماء ليها أكتر. وثالث حاجة بقى، ثالث حاجة بقى الإيفنتات أو الأحداث الصغيرة اللي هي بتبقى يوم واحد زي ستوري تيلينج أو قراءة القصص للأطفال، حكي قصص بالتعاون بقى مع دور النشر اللي احنا متعاقدين يعني معاكي. بتشاركيهم معاكي ان هم يبدأوا بالقراءة كالكتب المقروءة، الحاجات بالزبط. دي كحافز وتشجيع ان هم يتكلموا اللغة العربية. بالظبط. عظيم جدا. طيب خلال الأنشطة دي كمان المفروض ان هم بيتعلموا ازاي إعادة التدوير وان هم يحافظوا على البيئة، ازاي ده بيتم؟ انا من الناس اللي بتحب البيئه قوي، وحاسه ان هو لا، احنا العالم بتاعنا في ظل التغيرات كمان المناخيه، وان احنا بنبهدل معانا الطبيعه زي ما بيقولوا. استعملنا للبلاستيك الكتير، استعملنا حتى الاجهزه اللي احنا بنستعملها دلوقتي، احنا بنشغل تكييفات طول الوقت، مش عارف ايه، بنأذي الحيوانات. فحسيته لا، احنا لازم نحافظ على البيئه او الارض اللي ربنا اداها لنا. فاحنا في ألف كل المواد او الحاجات اللي احنا بنستعملها كلها جايه من اعاده التدوير. فبنخلي الاطفال يجمعوا مثلا الورق القديم ونعمل بيه الكروت او البطاقات اللي بنعمل بيها الحروف، الحاجات الكرتون القديم اللي عندهم ونعمل بيه الكتب. فكل الحاجات اللي احنا بنستعملها الموضوع ده بيشد الاطفال جدا، يعني فكره الكرافتنج وان هم يعملوا حاجات جداً. اصلا بتبقى بالنسبه لهم مسليه قوي. بالظبط. فده يحببهم اكتر من حاجات احنا بنرميها في الاخر. فلا بالزبط. احنا لازم ما نرميش كل حاجه. بالزبط. صحيح. طيب لو المبادره متقسمه لمراحل، عايزين نعرف من حضرتك انتم في اي مرحله دلوقتي، وايه اللي تم انجازه كمان لحد دلوقتي؟ احنا لسه في اول مرحله، انا لسه بادئه في شهر اخر فبراير اللي فات، فلسه احنا بقى لنا شهور. اللي حصل الفتره اللي فاتت دي ان احنا بدانا نعمل تعاون مع دور نشر، مع حضانات، مدارس مختلفه، وبدانا نعمل الورش بتاعتنا. احنا دلوقتي في مرحله ان احنا بنعمل نوادي صيفيه في حضانات مختلفه، ولسه هنعمل بقى الورشه اللي هي بتتكلم، او الورشه خالص بتتكلم عن الفيوم او عن مكان في مصر. احنا لسه بادئين شويه بس ان شاء الله يعني. طيب دخول الاطفال للمبادره دي من سن كام كمان؟ من سن 4 ل 12 سنه. طبعا بالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي. ايه الهدف الكبير للمبادره؟ يعني ايه اللي نفسك تحققيه من خلالها؟ انا نفسي في الاخر خالص الهدف بتاعي ان احنا يبقى عندنا كرفان كبير قوي فيه كل المحتوى بتاع الف. الكرفان ده بيلف كل محافظات مصر، بيعلم الاطفال في كل مكان، من اول القرى الصغيره اللي محدش شايفها حد الاماكن او المدن الجديده ان شاء الله بالتوفيق. طيب انا هسالك بقى سؤال بالنسبه طبعا للاهالي، عايزين نعرفهم ازاي يحبوا اللغه العربيه، يحببوا اولادهم يعني في اللغه العربيه، خصوصا كمان ان في بعض الاهالي بيبقوا فرحانين جدا ان اولادهم بيتكلموا انجلش بس، يعني ده حاجه بتفتخر بيها قوي، مع ان مقارنه لو الطفل ده كبر وسافر بره ومعاه لغه عربيه كويسه جدا بجانب اللغات الثانيه، فهو هناك بيتقدر جامد جدا. ففي ناس ما عندهاش يعني مش مستوعبه الفكره دي، بس فعلا اللغه العربيه خارج مصر في اوروبا او كده بتقدر جدا جدا جدا. فإزاي ننصح الأهالي إن فعلا يخلوا أولادهم ما يفقدوش تعلمها للغة العربية، لأنها لغة عظيمة ويعني هي لغة مهمة جدا؟ أكيد. فتنصحيهم بإيه؟ خلينا نقول إن الطفل اللي ما عندوش لغة أم هو مش هيقدر يتعامل، أو مش هيبقى عنده شخصية أو هوية قوية. فأنا عشان أخلي طفلي عنده شخصية مستقلة ما بيتأثرش بأي حاجة بتحصل حواليه، لازم يبقى عنده لغة أم، لازم يبقى عنده هوية، لازم يبقى عنده انتماء لثقافته وحضارته. فإحنا لازم نعلمهم لغتهم. اول حاجه لازم نتكلم معاهم عربي، يعني كفايه نتكلم انجليش، الماني، فرنساوي. يعني انا بشوف اطفال عندي في المدرسه مثلا لا بيتكلموا لغتين وثلاثه ومفيش عربي. بس انا عايزه بس انا بحضرتك برضو الحاجه، لو ما اتكلمتش معاه انجليش هو برضو مش هيتعلم انجليش. يعني انا بحس الطفل دايما لازم يمارس خارج المدرسه. بالظبط. اللغه سواء دي او دي، فماشي هي برضو عايزه تتكلمه انجليش، مفيش وقت كده او حاجه يعني تبقى هي مخليه الطفل ده يستفاد باللغتين مثلا؟ يبقى في توازن. احنا لازم يبقى عنده لغه ام الاول، يعني في السن الصغير عنده سنتين او ثلاثه ليه اقعد اكلمه انجلش؟ انا بعمل له يعني خلط، الولد مش فاهم هو ايه. احنا في دوله عربيه بنتكلم عربي، لغتنا الاساسيه العربي، بنتعامل في الاماكن الحكوميه بالعربي حتى. فمن اول ما يبقى عندي لغه ام الاول قويه، بعد كده ابدا اتعلم او بجانبها او جنبها بتعلم اللغات الثانيه. يعني لو شفنا الناس في المانيا، في فرنسا، في اسبانيا، بيتعلموا لغتهم الاول لغتهم. بعد كده بنبدا متمسكين نعلمهم اللغات الاضافيه جنب اللغه الام.
لازم تكون عندي لغه ام قويه. احيانا بينزعجوا لما حد يكلمهم بلغه تانية اساسا. بالظبط، احنا لازم نتعلم لغه تانية. وانتماء للغه بتاعتهم جدا. بالزبط. يعني في المانيا تحديدا بيعتزوا جدا باللغه بتاعتهم وبيجبروكي ان انت لو عايشه هناك انت لازم تتعلمي الماني، لان هي دي اللغه اللي ما بيتخلوش عنها. بالظبط، خلينا واقعيين ان سوق العمل محتاج لغات تانية غير العربي، فاحنا لازم نعلمهم اللغات التانية ويكونوا اقوياء فيها، بس في الاول اعلمهم اللغه بتاعتهم، يعني يبقى عندهم لغه ام، يبقى عندهم شخصيتهم، وجنب اللغه الام اعلمهم بقى فرنساوي، الماني، انجليزي، اي لغه بقى انت عايز تعلمهم الطفل في السن الصغير. زي الاسفنجه ممكن نتعلم 3 4 لغات في نفس الوقت. انا بحس كمان ان حروف اللغه العربيه هي اصعب من اي حروف ثانيه، فبحسها ان هو لو الطفل فعلا اهتمت ان هي تعلمه في الصغر الحروف اللغه العربيه، ده هيكون مفيد لي احسن، لان بقيه الحروف الثانيه سواء في اي لغه ثانيه هي سهله. بالظبط، حتى الاكسنت بتاع المصريين في الانجليزي احسن من الاكسنت بتاع الالمان او الفرنسيين، عشان احنا بنقدر نتكلم بمخارج حروف صح. الفكرة انه يمكن المشكلة هنا انه في ناس بتربط الناس تتكلم انجليش او تتكلم باي لغة تانية غير العربي بفكرة الواجهة الاجتماعية. أيوة. ان انا كده من ليفل معين، انا مينفعش اتكلم عربي عشان ما يتقالش علي ان انا بيئة مثلا. بالظبط، فهي دي الفكرة، ازاي ممكن نواجه ده؟ هو لازم نحسسهم قد ايه احنا عندنا ثقافة وحضارة وقد ايه بلدنا حلوة. يعني انا عشان احس ان انا مش لازم اتكلم لغة تانية عشان اكتسب منها قدري او مكانتي، ده اهم حاجه، ان انا لازم احس قد كده بلدي كويسه، حضارتي عظيمه، فخور بنفسي قوي، فهعتز بلغتي يعني بالوقت. لكن اللي هو انا مش فخور بنفسي، حاسس ان انا اقل من بقيه الحضارات اللي حواليا، حاسس ان انا ماليش مكانه في المجتمع او في العالم، فطول الوقت هبدا. هل ده موجود في المبادره؟ يعني بتوعوا الاطفال بحاجه زي كده؟ بالظبط بالظبط، ده اهم حاجه عندنا اصلا في المبادره، ان الطفل يحس قد ايه بلده عظيمه، وقد ايه هو فخور، وقد ايه هو معتز بيها، علشان يقدر يحس قد ايه اللغه العربيه دي لغه مهمه ان احنا نكتشفها. دي حقيقه. عظيم. طيب عايزين نعرف برضو من حضرتك ايه اهم المقترحات اللي ممكن تقدميها في المدارس، يعني لتعليم اللغه العربيه للاطفال والاهتمام باللغه اكثر؟ يعني هقول العربي في المدارس، انا لو اتكلمت على المدارس الحكوميه العربي واخد وضعه، يعني ليه حصصه وليه مكانته موجوده، بس خلينا نشوف المدارس الاكتر اللي فيها المشكله اللي هي المدارس الدوليه، حصص العربي اقل بكتير قوي من حصص بقيه المواد، مش واخد الوضع بتاعه مع الانجليش او الالماني او الفرنسي، يعني بتعمل على انه لغه ثالثه. فاتمنى انا كمدرسه حتى ان لا، العربي ياخد وضعه في المدارس الدولية، نحس بمكانته، الإدارة او الإدارات بتاعت المدارس تهتم بيه اكتر، يبقى في يعني زي ما اقول، عايزة اقول ان هو اهتمام اكتر بالعربي. ده في بعض المدارس كمان حتى في الحفلات عربي. ما فيش لغه عربيه. يعني في مدارس مثلا سي امريكان اي جي ما بياخدوش عربي. طب تنصحي ايه الاهالي؟ هل يودوا اولادهم المدارس دي؟ يقول لك ده بيتكلم كده لغات احسن ومش عارفه ايه، وهم اصلا كمان بيعلموهم بقى عربي بره، وبيبقى صعب جدا يعني بيعانوا من تعليم اولادهم بقى كمان في السن الكبر ان هم يتعلموا عربي. في كمان انا بشوف في اجيال كثيره جدا ما بتعرفش تكتب مسج بالعربي. آه. ولا بتعرف تقراها. نكتب فرانكو على طول. وبيروحوا مثلا يقدموا في ابلكيشن او كده، وفي خارجين في جامعه وكده هو مش عارف يترجم يعني لغه بلده. بالزبط. هو مش عارف ولا يقراها ولا يملى الابلكيشن باللغه العربيه. فرأيك ايه، تنصحيهم يعني ايه بالمدارس دي؟ هو المدارس دي مدارس، اعتقد ان هي مدارس كويس، انا نفسي شغاله في واحده فيهم وبنتي في واحده فيهم، فهي دي المدارس اللي قدامنا، او المدارس اللي التعليم بتاعها هيفتح لاطفالنا سوق عمل كويس، فواقعيا احنا هنودي ولادنا المدارس دي. بس ممكن جنب المدارس دي ان احنا نساعد ولادنا اكتر، ان احنا نطلب من المدرسه حتى كاولياء امور، لا نهتم بالعربي شويه، طيب نركز معاه اكتر، يبقى في حفلات او فعاليات باللغه العربيه داخل المدارس، يكون في جنب بقى المدرسه خالص، يبقى انا في البيت كمان مهتمه اكتر، بتكلم عربي، بكتب عربي، بنقرا قصص مع بعض اكتر، بنحكي اكتر، بنتفرج على حاجات باللغه العربيه. فالبيت مع المدرسه هو اللي هيكمل. صحيح. طيب بما ان حضرتك مدرسه لغه عربيه، ايه اكتر صعوبات بتواجهك في تعليم اللغه خاصه مع الاجيال الجديده؟ ان هما مش بيحبوا العربي مبدئيا. اكتر حاجه انا ما بحبش العربي، مش عايزه اتعلم عربي انا. طب ده سببه ايه يعني من البدايه؟ اجيال جديده بالنسبه لهم اللغه العربيه لغه ممله. خلينا نقول المناهج قبل كده كانت ممله جدا، يمكن المناهج مع التغييرات اللي حصلت فيها بدات تبقى كويسه وشيقه للاطفال، بس قبل كده لا، المنهج ممل، المحتوى نفسه او المواد اللي بنستخدمها، العرض، المناهج،
مش كويسة أو مملة للأطفال، هو عايز حاجات بتواكب العصر اللي هو عايش فيه، فده أكتر حاجة كانت بتواجه. طب إزاي ده بيتحقق؟ يعني من خلال المبادرة إزاي بتنقله للأطفال اللغة العربية بشكل بسيط أو شكل هو يشوفه حتى يعني لو خدنا المنهج بتاع الوزارة أو دروس الموجودة في المدرسة، إحنا ممكن نحولها بأنشطة بتخلي الطفل اكتر بينجذب اكتر للغه. يعني هقول لك مثال، مثلا لو احنا عايزين نخلي الطفل يتملى، دي اكتر حاجه انا مش عايزه اتملى، طب ما احنا ممكن نلعب لعبه، ممكن نخليه مثلا في بطاقات صغيره مكتوب عليها جمل ومستخبيه، الطفل يروح يدور عليها يقراها ويخبيها ويروح يكتبها. نكتب لهم الجمل دي على ظهر بعض وهم يقعدوا يقروا الجمله كانوا بيلعبوا يعني. بالظبط، احنا ممكن نحول حتى الحاجات الممله لحاجات شيقه للطفل يعني. بس طيب عايزة أعرف برضو من حضرتك، ليه ما فكرتيش تعتمدي على الوجوه طبعا المشهورة في المبادرة؟ حاولت ولسه المرحلة الجاية إن شاء الله، يعني الشهور الجاية دي هيبقى في تعاون مع بعض الوجوه المشهورة في المبادرة إن شاء الله. يعني شايفة إن ده هيضيف في أكيد المبادرة أكيد، وكمان تشجيع للأطفال طبعا. أكيد طبعا. طيب يعني طبعا الاطفال اللي موجودين في المبادره حاليا، ايه ردود فعل اهاليهم على المبادره، على اللي هم بيتعلموه؟ يعني ايه اكتر حاجات يعني اراء كانت موجوده من الاهالي على الاولاد بيتعلموا من المبادره؟ ان الاطفال بداوا يحبوا العربي. اوكي. بداوا يقروا ويكتبوا، يبقى هم اللي عايزين يقروا ويكتبوا، يبقى نابع من جواهم احنا عايزين نقرا علشان نعرف معلومات عن الموضوع اللي احنا بندرسه او بنبحث فيه. ان الاطفال اكتر بقوا بيتكلموا عربي، بقوا عارفين مصطلحات باللغه العربيه اكتر، لو سمعوا فيديو بالفصيحه او بالفصحى بيقدروا يفهموا الكلام اللي فيه. فلا كان ردود الفعل لطيفه قوي، والاطفال نفسهم انا انبسطت لما حسيت اللي هو لا احنا عايزين نيجي وعايزين ندور، وبدا الموضوع يبقى نابع من جواهم هو. طبعا دي حاجه مهمه جدا بالنسبه للاطفال ان هم يتعلموا اللغة العربية ويحبوها كمان ويبقوا معتزين بيها حتى لما يكبروا، طبعا بالإضافة للغات التانية. مش بنقلل من أهمية ان اي بني آدم يتعلم لغات تانية طبعاً، ويحب ان هو يكتسب طبعا خبرات جديدة ولا ايه؟ صحيح. فبصراحة يعني احنا بنشكرك على المبادرة الجميلة دي، وفعلا يعني فعلا مبادرة تستحق الاهتمام بيها لان هتفيد اولادنا، فاحنا بنشكرك طبعاً جدا. بنشكرك جدا أستاذة فاطمة خير، مؤسسة مبادرة ألف أدفنتشرز. شكرا لك. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع لفقرتنا الثانية.